ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. تمارين اللعب مهمة، وإحداث زيادة عددية في تمارين اللعب مهمة كذلك، لكن إحداث الزيادة العددية يرتبط بفصل ما يعرف بالفعاليات الهجومية من الفعاليات الدفاعية. فنحن بعض الأحيان نضع مهاجم أو إكسترا بلاير يسموه، لاعب إضافي يلعب دائما مع الفريق مثلا حائز على الكرة. هذه جيدة، يعني من تمارين جيدة اللي يركز عليها كثير من المدربين وكثير من المحاضرين، وهي يعني حالة إيجابية جدا بالتدريب. لكن في أحيان أخرى بعض المدربين، أنا اعتقاد عندي يعني ما لم أرى ذلك، يضع اللاعب الأكسترا دائما يلعب مع الفريق المهاجم، دائما ما يلعب مع الفريق المدافع، دائما يحدث الزيادة العددية مع الفريق المهاجم. ولكن أين تحدث هذه الوضعيات؟ هذه الوضعيات تحدث عندما يلعب الفريق بساحتين متجاورتين، يعني دفاع ضد هجوم وهجوم ضد دفاع. فإحنا نحتاج نموذج بسيط إن شاء الله عشان نبين هذه المسألة المهمة. فتشوف أنت الآن الفريق المدافع هم المربع هنا، الفريق المهاجم هم المربع، الفريق المدافع هنا الدائرة، الفريق المهاجم هنا الدائرة. واضحة جدا، واضحة المسألة. في لاعب M اكسترا بلاير هنا، هذا اللاعب الام يلعب دائما مع المربع اي مع الفريق المهاجم، فيحدث زيادة عددية 6-5. وهذا الام الاخر يلعب دائما مع الدائرة، فيحدث زيادة عددية 6-5. هذا الكلام جيد. فالزيادة العددية ارتبطت بالفعاليات الهجومية. اما اذا جاء مدرب اخر وقال هذا الام او الاكسترا بلاير دائما يلعب مع الفريق المدافع، يصير العكس، يصير الام بهاي الساحة يلعب مع فريق الدائرة، والام بهاي الساحة يلعب مع فريق المربع، عشان يضعون الزيادة العددية لصالح الفريق المدافع. هذا فقط فصل ما بين ان تضع اكسترا بلاير يلعب دائما مع الفريق الحائز على الكرة، وما بين هذا النوع من التدريب الذي تحدد فيه واجبات الاكسترا بلاير، اما اللعب مع المهاجمين او اللعب مع المدافعين. وكل من هذه الوضعيات التدريبية شائعة وجيدة وتستخدم في ساحات كثيرة حول العالم. نحاول ان نذكر بان تدريب الاسس اللي يرتبط بمراحل التطوير يجب أن يركز على ما يعرف بالألعاب المصغرة. إحنا عندنا ألعاب مصغرة الآن في ساحتين، فالكرة تنتقل من المربع من هنا وحارسهم إلى المهاجمين المربع هنا، والكرة تنتقل من الدائرة المدافعين وحارسهم إلى المهاجمين الدائرة بساحة المنافس، ويكون عندهم اكسترا بلاير اضافي يعني ساند للفعاليات الهجومية. البعض يمنعه من تسجيل الهدف فقط يكون بلاي ميكر، والبعض الاخر يسمح له بالتسجيل في هدف المنافس. انا موفق المولى، اسال الله لكم الصحة والعافية، ودائما وابدا تركيزنا يكون على ما يعرف بتنويع التدريب والتركيز على تدريب اللعب، والتأكيد مرة ثانية وثالثة وللألف بأن الفعاليات التي تقترب من المباراة تكون جيدة. هاي تقترب من المباراة باعتبار هناك هدفين، هناك فريقين، هناك كرة، هناك دفاع، هناك هجوم، وهناك ترانزيشن من الدفاع للهجوم، من الهجوم للدفاع. حاول أن تضع هذه القاعدة في تدريباتك اليومية، سواء كنت مدرب في مراحل التطوير أو كنت مدرب
في مراحل الاحتراف. صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.